عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم في فيديو جديد الغزالات ديالي، فيديو كما العاده بكل طاقه ايجابيه. دائما كنجيكم بواحد الطاقه الايجابيه بكل فرح وسرور، كيف ما كتشوفوا معايا وكيف ما كنقول لكم ديما. دائما اسماء كتعطيكم مواضيع اللي زوينه اللي تستافدوا منها، واليوم جيتكم في واحد الموضوع اللي هو جد مهم، اللي هو واحد القرار اللي اليوم اكدت عليه المانيا. اليوم البنات قالوا صافي غادي يوليو يديروا اللقاح الثالث اللي خرج بالنسبه اللي دار التلقيح الاول ودار التلقيح الثاني، راه خرج الثالث واكدوا عليه وراه غادي يديروه. قال لك باش هذا الثالث هذا هو اللي غادي يكمل لكم المناعه ديالكم وتولي عندكم مناعه 100%. وبالنسبه اللي داير جونسون البنات، بحال اللي داير استرازينيكا ولا داير فايزر، هادو كيكونوا فيهم جوج ديال اللقاح او هادو جوج ديال الباكونات، كيكونوا جوج ديال الليبرات. بالنسبه اللي كان داير اللقاح الثاني خص يكون فايت عليه 6 شهور عاد باش عنده الحق يدير اللقاح الثالث. وبالنسبه اللي داير جونسون، كتعرفوا جونسون كيكون فيها لقاح واحد، يعني اللي بغى يدير الثانيه خص البنات يكون مولاها داير ديك الباكونه الاولى دايز عليها اشهر، فهمتوا؟ دايز عليها 4 سيمانات. يعني انت جونسون الا كنتي دايره ليبرا يلاه كي درتيها هذه 2 سيمانات، خصك تكملي 2 سيمانات اخرين اللي هي شهر عاد عندك الحق ديري في الثانيه. والا كنتي داير فايزر او استرازينيكا اللي فيهم جوج ديال ليبرات، خاص تكون فايته على ليبرا الثانيه 6 شهور، المده ديال 6 شهور عاد عندك الحق البنات ديروا التلقيح الثالث. فهمتوا الغزالات ديالي؟ نتمنى تكونوا فهمتوا ووضحت لكم مزيان هذا الشيء. والله يهز علينا هذا البلاء وهذا الوباء. هذا الغزالات كيف ما كتشوفوا، انا جريت بنتي غادي نلبس جاكيتي باش نديو لي بنياتي الكينداغاتن، بنتي الاخرى راها الفوق في بيت النعاس، غنديهم اليوم البنات الكينداغاتن. قلت اليوم بعدا نعطيكم الخبر اللي هو 100% اللي زعما كاملين حنا الناس اللي دايرينهم يكون عندهم خبر ان هذا القرار راه طبق. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الغزالات ديالي، وكملوا معايا. غادي بناتي الكينداغاتن زوزو، هالو مامي، فين نار؟ نار؟ شوف هاد الشاشية ديال الكبور مخرجها على ودني. كتشوفو ديت البنات بنياتي حطيتهم اليوم، عطوني البنات ساعتين، تبقى ساعتين. أنا البنات بنتي وكانت غير ما مرضاتش، داك المرض وكانت ولفت تبارك الله عليها، كتبكي غير داك الشوية صافي، كدير ليا مسكينة باي باي وكتدخل. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفو معايا الفنات البوكوصات ديالي، صافي حطيتها قلت غنمشي نديفولا بوحدي، لا حمد لا وحمد. غنمشي البنات غنمشي نشوف، نطلع نفطر، نمشي نضرب دويره. الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا، انا دخلت للسونتر كوميرسيال كنوريكم دابا، راه كيوجدوا دابا حيت شهر 11 كيبداو يوجدوا الراس العام، كيكونوا دوك الكرافانات اولا دوك الديور الصغار اللي مصنوعين من الخشب، كل واحد شنو كيجيب، ها اللي كيبيع البطاطا، ها اللي كيدير ديك البطاطا ديال الفران وكيعمرها، ها اللي كيبيع دوك الحوايج ديال الصوف، ها اللي كيجيب مهم كلشي اللي كيبيع الطواقي، ها اللي كيبيع الالعاب، كتكون فيريا بحال هذا جايب داكشي ديال المغرب. انا حيت كاع كنحسبني مغربي، جايبين بحال هاد الطبيقات هادو فنين كيحمقوا داكشي مغربي على حقو طريقو. منين طليت لقيتو الماني ما عرفتي قد يكونوا حتى هما كيديروا هادشي. هانتوما كيف ما كتشوفوا هادشي، يعني انا جاني بحال جاي من مراكش هاد الطبيقات هادو البنات. بالنسبه اللي كنديروا حنايا تحت الطاجين ملي كيكون سخون، سولتو قال لي دايرين 3 اورو البنات. هانتوما عندو هادشي زوين تقليدي بالنسبه للناس اللي كيبغيو داكشي التقليدي، راه اون فاصل سي اون طا حاط تما. هانتوما هاد الكفيفات هادو. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفو معايا، انا غدا نمشي ان شاء الله نربيكم دويره وخليكم معايا ما تمشيو. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفو، انا جيت الباك داك لارج سمول. هانتوما البنات غادي ناخذ واحد القهوة نقعد بها المجاج، وخا الصراحة ما عنديش كاع ما فيش الجوع، ما عنديش كالا الماكلة نهائيا، كنصبح شي صباحات البنات مقهومة بحال واكلة الشحمة والله العظيم كنصبح البنات مقهومة. كما كتشوفوا واحد القهوة نردو بها المجاج. ها انتوما البنات غير باش نوريكم واحد القضية بالنسبة اللي ما كيعرفش ولا اللي ما قاريش ولا بالنسبة اللي ما فاهمش، مثلا بحالي انا ما كنشربش القهوه بزاف، كاينه سمول
وكاينه هنا اللارج سمول ميديوم، هنا راه بجوج الصغيره والمتوسطه واللارج هو الكبير. بالنسبه اللي كيبغي قهوه كبيره كاينه ماكينه غير على حسب كتخرج لك قهوه، هذه كتخرجها لك عامره، كتخرج لك الكاس عامره البنات، غير باش نوري خواتاتي اللي ما كيعرفوش، حيت انا في الاول كنت كنمشي كندير لارج كيتسحبني كاع الماكينات كيف كيف، كندير البنات لارج وكتبقى لي هذا، انا هذا ما كنكملوش الغزالات ديالي. المهم هادشي كيف ما قلت لكم دائما وكيف كنقول لكم، اللحم هادشي ديال اللحوم ديال باكفيك حلال ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا، هذا هو الفطور ديالي كرواسا. المهم الغزالات غير باش باش نفطروا صافي. المهم هذا هو الفطور ديالي دائما الكاسنبون، دائما التيكي، اي بلاصه مشيتي ليها هزوا التيكي ديالكم، هزوا الكاسنبون ديالكم. علاش؟ لان حتى المعلمه اللي كنقراو عندها كتعطينا بزاف ديال المعلومات. اي بلاصه انا حتى انا وكنقالها لي حتى راجلي، كنت شي مرات كندخل للدي ام وكنتقدى وكتقول لي واش بغيتي الكاسنبون، كنقول لها لا ما بغيتوش. واحد النهار ويخصم عليا راجلي قال لي ويلا حتى جيتي شي حاجه ونسيتيها وعاود دخلتي وكنتي غير بوحدك وعندك الحوايج وغيبقاو عاوتاني، هما راه غادي يعرفوا بان راه داك الشيء غيقلبوا، غيلقاو بانه راه دايز يعني عندهم وراه مخلص وبالكارطه وكل شيء. غير هي يقول لي يوقفوك ويقولوا لك فهمتي ديك الوقفه خايبه. وكنت قلتها لنا حتى المعلمه، كنت انا كنجي كنفطر هنا كتقول لي كاسنبون، كنقول لها لا يقدر شي نهار شي حد يكون دار لهم هنايا شي زبله ولا غير جاهز داك الشيء وجلس هنا كلا، ويقدو يكونوا كيديروا الكونترول. يقول لك انا باش عرفت بانك خلصتي، دائما البنات في اي بلاصه كان حانوت كان اللي كان دائما البنات الكاسنبون ديالكم كيف ما كتشوفوا. انا دخلت للتسيمان، بالنسبه للناس اللي باغيين هادو انا خديت وحده لبنتي كيعجبوها حتى هي هاد الكليبات هادو، عاد شنو سميتو. المهم هادو البنات اللي كمنظمات للعب، هادو ما كيكونوش بزاف، هادو راه جابوهم تسيمان، هادو زوين زوينين والثوب ديالهم واو واعر البنات. وهادو يا اما كدير فيهم الالعاب يا اما تقولي لها مثلا حويجاتك اللي موسخين، بحال بالنسبه وليداتنا هكا اللي عندهم البيوت ديالهم كتقولي لها حيدي حويجاتك وحطيهم في هذه الشبكه باش كيتعلموا. يعني خديت هذه قلت لها عجبتني هذه البنات اللي فيها كان باين فيها هذاك الكليب، قلت لها ما بغيتش هذيك بغيت الخروج معتها ليا مسكينه. المهم خديت هذه وخديت دوك العويدات ديال الودنين وخديت البنات هذاك الرولو كيف ما شفتوا، غنتقاسم معكم شنو. ماشي كيصلح غير الجاكيطات ولا غير الخمله ديال الحوايج، كيصلح بزاف الحوايج ان شاء الله، غنتقاسموا معكم في الدار ليش انا كنديرو مثلا. والغزالات ديالي نتمنى نكون كنفيد خواتاتي وكنكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كما كتشوفوا معايا غادي نجاوب واحد المتتبعه ديالي حتى هي اللي كانت سولتني على الهايت سونغ، بالالمانيه كيقولوا الهايت سونغ السخان اللي كيسخن لكم الدار بالغاز، اللي كيسخن لكم الدار. المهم الغزالات ديالي بالنسبه هي سولتني واحد السؤال، قالت لك كيفاش زعما كيفاش اللي ديري باش ما تبقايش تردي هكذا الفلوس، كيفاش ما تغسطيهش بزاف، كيفاش ما يعني تخدميه وما ما يجيكش الهلاك بالعربيه. بحال دابا هنا البنات السيستم اللي دايرينه هنايا في المانيا الهايت سونغ، الا خدمتيه بزاف هما في العام كيجمعوا لك الحساب، الا خدمتيه بزاف كيصيفطولك واحد البريه كيقولوا لك افلانه راك انتيا ولا افلان راك انت راك هاد الهايت سونغ راك استهلكتيه بزاف، وداك الخلاص اللي كنتي داير للشهر راه قليل في حقكم، راه هالحساب ديال الهايت سونغ اللي فوتو مثلا تقدر تجيكم 400 300. هذه كنقول لكم اللي كيحسبوا الحساب اللي كيحسبوا سنويا الهايت سونغ لكل واحد، حيت هنا البنات كل واحد وشحال كيخلص فيه، كاين اللي كيدير 100 اورو، كاين اللي كيدير 150، كاين اللي كيدير فهمتوا. هنا راه ماشي بحال اسبانيا ولا الطاليان ولا هادو السيستم هو الهايت سونغ استخدمتيه انتيا مثلا كنتي كتخلصي 100 اورو، ولكن ديك 100 اورو ما كنتيش كتغسطيها في الشهر، كنتي كتستعمليه قليل فهمتي، كتكايسي بالعربيه كتسخني الدار ومي كتسخن صافي كتطفيه فهمتوا. انا داكشي اللي كندير حيت الا بقى مشعوله البنات كيدوخني كتجيني الدوخه. كنشعل انا الهايت سونغ ونوريكم الطريقه كي كندير انا باش نتوما تعرفوا، كنشعل الهايت سونغ ملي كتسخن الدار كنطفيها، ومع حنايا كنطيبوا وداكشي الدار كتكون سخونه والوليدات وداكشي والنفس ديالنا كتبقى الدار سخونه، كنشعلو ملي كتسخن الدار كطنطن كنطفي، ما كنخليهش مشعول. بيتي النعاس ملي كنبغي ندخل ليه واحد نص ساعه كنشعلو كنسد الباب،
ملي كندخل كنطفيه كنلقى البيت سخن طنطن كتحشيه في الفرج مع السلامه. كاين اللي كيخليه مشعول، ما تخليوش الغزالات ديالي مشعول، خليوه في جوج كاع، خليوه في جوج الا كان عندكم البيت كبير بزاف وبارد ولا الدار بارده. بالنسبه الى ما استهلكتيش بزاف كتر من قيمته هما كيردوا لك الفلوس، كيردوا لك كتكوني كتسالي الدوله، هما كيصيفطوا لك بريك يقولوا لك حنايا راه هذا الهايت سونغ هذا اللي كتخلصي مثلا 100 اورو ولا 150 ولا شي حاجه اللي كتخلصيها البنات للشهر راه كنتي كنتي كتستهلكي قل، كيردوا لك الفلوس. اما الا استهلكتي كثر وكتخلصي قل واستهلكتي كثر كيصيفطوا لك بريه في اخر العام حيت كيجمعوا لك الحساب كيقولوا لك لا لا راه كتستهلكي كثر من داك الثمن اللي كتخلصي انت كل شهر، وكيصيفطوا لك كتزيدي يا اما 300 يا اما 400 يا اما 250. انا كتشوفوا ها هي البنوته ديالي مسكينه لقيتها كتبكي. الغزالات ديالي انا خرجت بنتي دابا من كيندرغارتن، غادي نمشي ان شاء الله للدار وغنختم معكم ان شاء الله الفيديو. المهم خليكم معايا الغزالات ديالي هانتوما انا غادي بالفنونه ديالي. المهم خليكم ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا كنت غاديه للدار ونسيت راسي. غنشري الدواء البنات لبنتي، هذه هي الفرماسيان اللي جهت البنات اللي جهت الريدوندا ديال بورزيك بلاط. هانتوما هاد الفرماسيان هذه بالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد يجيو ليها، خدامه فيها واحد التونسيه خدامين فيها شي عرب اللي يعني تقدي تفاهمي معاهم، يقدر يخرج لك الطبيب شي دواء يعني تبغي الشرح ديالو شحال مره في النهار شحال من واش غير مره واش ما كيف ما كتشوفوا. الدواء ديالي ما لقيتوش انا البنات كليانه ديالهم، انا من نهار البنات حطيت رجلي هنايا وانا كليانه ديال هاد الفرماسيان اللي هنا. واحد الناس الله يعمر لهم الدار وحق الله العظيم. المهم الغزالات ديالي الدواء ما كاينش، قالت لي انا غادي نصيفطو لك زعما ملي كي شوفوا حنا كيف ما قلت لكم حنا المسلمين خصنا نتعاملوا. انا كليانه ديالهم وبزاف وما كنمشي عند حتى شي حد، كنمشي عندهم من غير الا اقتضت الظروف، كنت ديزا حدا شي فرماسيان وما كانش الوقت كناخذ. قالت لي مسكينه راه الدواء ما كاينش ولكن انايا غادي نصيفطو لك للدار يعني بلا ما نتعذب ونمشي حتى للفرماسيان. صافي غادي تصيفطوا لي حتى للدار، غادي يجيو يطلعوا يدقوا عليا حتى الباب ويعطيوه ليا. وعطاتني مسكينه واحد الكادو كريمه هنا في الالمان ملي كتاخذي عليهم الدواء كيعطيوك يا اما كريمه يا اما كيعطيو بوندو لبنيتها يا اما كيقولوا لك هزي شي شامبوان، فهمتوا دائما كيعطيوك كادو. انا عطاتني واحد الكريمه ديال الوجه قالت لي زوينه، فين ما كانت شي حاجه زوينه كتعطيها لي كتهلا فيا الله يرضي عليها. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا انا غدا للدار غدا نمشي نوجد لهم البنات الغدا، غنجمع واحد شويه بيد ما جات جو بنياتي تجي بنيتي الكبيره وتبقى نور غنمشي نجيبها حتى 3:30 عاد نمشي نجيب المبرزيطه. المهم الغزالات ديالي كنت غندير معكم الخاتمه في الدار، ولكن البنات ما بغيتش نقوي عليكم الفيديو يجيكم طويل. نتمنى لكم كل الخير، نتمنى لكم كل السعاده، الله يسهل على اي واحد بغى يدير شي حاجه، الله يسخر لاي واحد لكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. وان شاء الله الفيديو الجاي غيكون واحد الفيديو اللي هو زوين، واحد الموضوع اللي هو جميل جدا وغنفيدكم فيه بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لواحد المتتبعه ديالي سولتني عليه واحد الموضوع اللي هو واعر بزاف وغتستافدوا منه بزاف 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 بزاف. المهم خليكم معايا وانتظروني في كل فيديو جديد. والبنات الله يسهل عليكم كثروا ليا من اللايكات باش يطلع الفيديو ديالي، لايكات لايكات لايكات، وما تبخلوش عليا بالكومنتيرات ديالكم راه هما اللي كيشجعوني وكيخليوني نزيد لقدام. موح عليكم، باي باي.